السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي ان شاء الله دائما في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كتلات في الكوكوت بطاطا في الفران، كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو لذات. كنتمنى ان الفكره البسيطه ديال اليوم تعجبكم. غادي نبداو على بركه الله. كناخذ طنجره الضغط كندهنها بالزبده مزيان، من بعد غادي نستف فيها قطع ديال اللحم. فمن الافضل ان الا كانت عندكم كميه ديال اللحم كبيره فديروا كوكوت اللي كتكون كبيره، لان من الافضل ان اللحم يلامس الكوكوت من الاسفل، هكا باش كيجي محمر وكيجي رائع. فغادي نزيد عليه الملح وغادي نسد عليه وغادي نوري لكم النار كيف غادي تكون. كنسدو كنديروا الصفاره في الاول، كتكون هكا النار متوسطه حتى تنحسوا بالصفاره بدات تتحرك واحد شويه، لان ما غاديش تصفر بزاف لان ما فيهاش الماء. وكنقصوا عليها من بعد ما كتبدا داك التصفار الخفيف، كنقصوا عليها الاقصى او ادنى حد ديال الشعل ديالها، وكنخليوها تقريبا 40 دقيقه على نار او 30 دقيقه على نار مهيله عاد باش كنحلوا عليها. هنا خديت بطاطا على حسب دائما عدد الافراد، غادي تقطعوها بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا، قطع اللي يكونوا كبارين واحد شويه. من بعد غادي نديرهم في الماء وغادي نربطهم فوق البوطه، غير كطلع عليهم الغليه فكنطفي عليهم، ما غاديش نطيبهم اكثر من اللازم، هكا باش البطاطا ديالنا كتجي القوام ديالها رائع، فما تخليوهاش طيب اكثر من اللازم. غير كتبدا هكا الغليه كطلع فيها، فغادي نطفي عليها وغادي نصفيها. من بعد ما صفيت البطاطا ديالي كناخذ واحد لاطا اللي دخل الفران، كنحط فيها بطاطا اللي استقطرات مزيان من الماء، كنزيد عليها الملح لاننا ما سلقناهاش في الملحه، كندير الملح الكافي. غادي ندير شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، تحميره ثم بودره والهريسه، وغادي ناخذ شويه ديال الزعتر وغادي نضيفه. غادي نزيد زيت الزيتون تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نخلط الكل جيدا. فغادي نبقى نحرك مزيان ديك البطاطا حتى تتلبس بديك التتبيله بديك الزويته، وكتقيسها كامله. من بعد غادي نحاول انني نستفها مزيان باش كتوصلها الطياب كامله في وقت واحد وما كتضرق ليا شي وحده، كيجيو كاملين محمرين ورائعين. غندخلهم الفرن اللي كيكون شاعل من الفوق ومن التحت. هنا بعد ما دازت نص ساعه غادي نحل على طنجره الضغط وغادي نقلب لي كوتليت ديالي للجهه الثانيه باش يتحمروا وياخذوا اللون حتى هما. من بعد ما غادي نقلبهم غادي نسد عليهم 10 ديال الدقائق دائما على نار اللي كتكون مهيله بزاف بزاف، كتنقصوها لاقصى درجه باش كيطيب لينا اللحم على المهل. وانا بالنسبه لي خدا نص ساعه لان اللحم ديالي صغير في ساعه طبيعيه، الا كان لكم اللحم كبير فيمكن لكم تزيدوه حتى ل 40 دقيقه وتحلوا عليه تشوفوا واش طاب. الا طاب فقلبوه للجهه الثانيه، كما كتلاحظوا كيجي محمر كيجي رائع كيجي لذيذ لذيذ بزاف، كنتمنى انكم تجربوه. فغادي نقدمو على هذا الشكل هذا مرافق بديك بطاطا اللي حتى هي كتجي اكثر من رائعه وكتجي لذيذه بزاف. وايضا غادي نرافقهم مع الشليضه ديال البصله ومطيشه، الشليضه المغربيه اللي معروفه. سلطة اللي كتجي اكثر من رائعه وكتناسب هذا الجو هذا، سلطه او شلاضه منعشه، كنتمنى انها تعجبكم.
فكما كتلاحظوا كناخد هنا بطاطا، خديت 4 ديال البطاطات، كتاخذوا الكميه على حسب المتوفر، كتمعسوها من بعد ما سلقتوها مع شويه ديال الملح، كتزيدوا لها الزيتون مقطع، كتزيدوا واحد الكميه ديال الزيتون مقطع، من بعد كتخلطوا الكل جيدا، فكنكتفيو غير بديك المليحه اللي تسلقات فيها، وايضا نسمه ديال الزيتون فقط، ما كنديرو حتى شي اضافه اخرى. كناخذ واحد المول وكنحط ديك البطاطا كطبقه اولى، من بعد كناخذ المايونيز اللي فايت لي حضرته معكم اكثر من مره، وكنديرو واحد الطبقه كخفيفه من فوق ديك البطاطا، من بعد صديقاتي غادي ناخذ الباربه، فخديت هنا 2 ديال الباربات كبار، من بعد زدت عليهم واحد مطيشه اللي قطعتها قطع صغار، واحد نص بصيله صغيره اللي شلطتها، مطيشه كما لاحظتوا درتها في الشوكاص تقطرات مزيان داك الماء ديالها باش ما كتميهش لينا الشلاضه ديالنا، زدت شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وغادي ندير المايونيز، غادي نخلط الكل جيدا، 2 معالق ديال المايونيز، غير الملح والابزار وشويه ديال المايونيز فقط. من بعد غادي ناخذ الرز، غادي ناخذ سلقت تقريبا واحد كاسونس ديال الرز او 2 كيسان ديال الرز عفوا، درت الكميه الاولى اللي كتكون كثيره وخليت واحد الكميه قليله غادي نحتاجها من بعد، كنضيف عليها شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح، ورغم انني سلقتها في الملح جاتني شويه مسوسه، شويه ديال الملح، كنزيد شويه ديال الجلبانه، كنضيف ايضا واحد الطاسه ديال الطون، وغادي نخلط الكل جيدا، فكندير الطون بداك الزيت ديالو باش كينسم ليا هذا الرز هذا، حطيته كطبقه اخرى. هنا خديت واحد خيزويه كبيره، الحجم ديالها كبير، حكيتها في الحكاكه الرقيقه، من بعد ما حكيتها في الحكاكه الرقيقه عصرتها مزيان، فضروري تعصروها تحيدوا داك الماء ديالها باش ما ترخيش لينا الماء في الشلاضه. كنزيد الزبيب، وكنزيد واحد معلقه هكا ديال السكر سنيده وعصير ديال نصف حامضه، كنعصرو هكا غير بيدينا. من بعد غادي ناخذ داك خيزو وكنديرو كطبقه اخرى من فوق داك الرز، راه كيجي واحد المزيج ما بين الملح والحلو، داك الزبيب مع ديك الجلبانه مع دوك الخضر، كيجي واحد المذاق اكثر من رائع. كنتمنى صديقتي ان شاء الله انكم تجربوها بنفس الطريقه، انا متاكده غادي تولي معتمده عندكم. فانا بديت كنستف خيزو، من بعد حيدته باش نضيف هالطبقه هذه باش ما كتجيش الشلاضه ديالنا ناشفه، غادي ندير واحد الطبقه خفيفه هكا ديال المايونيز، فنسيت ما ضفتهاش، عاد باش غادي نرد هذاك خيزو اللي مخلط مع الزبيب سكر سنيده الحامض في واحد النسمه اكثر من رائعه. من بعد داك شويه ديال الرز اللي خليت واحد الكميه قليله كنديرها من فوق هكا خيزو، فعلاش درتها؟ لانني مازال غادي ندير البياض ديال البيض من الفوق، كيساعدني ان ديك الطبقه ديال الخيزو كتغطى ليا مزيان، ما كت باش تيبقى داك اللون ابيض، باش كيبان داك البياض ديال البيض اللي غادي نحك مع الصفار ديال البيض اللي غادي نحكو بوحديتو، غادي نزوق بها الشلاضه ديالي وكيتجي اللون مزيان وواضح كيف ما غادي تلاحظوا معايا. من بعد درت واحد شويه ديال المايونيز كميه قليله، انا خديت 4 ديال البيضات سلقتهم، حكيت بياض البيض في الحكاكه الرقيقه على هذا الشكل هذا، وكان ندير به الطبقه اللي كما ذكرت معكم خاصها تكون واحد الطبقه كبيضه من الفوق، لهذا خليت واحد شويه ديال الرز هكا كعادي بلا خضر باش كيساعد هاد البياض ديال البيض كيبان. من بعد خديت داك الصفار ديال البيض حكيته ايضا في الحكاكه الرقيقه وكنزين به الشلاضه ديالي. فايت لي حطيت لكم تقريبا هادي شي 3 سنين او اكثر هاد الوصفه هادي بنفس الطريقه، كنت رافقتها مع جنيحات ديال الدجاج مقليين كيجيو اكثر من رائعين، جات طبق غزال غزال بزاف. اليوم اكتفيت انني نقدمها لكم غير هكا كشلاضه، كان هذاك الصراحه كنت قدمته كطبق اساسي هكا الغدا، فيه الجنيوحات فيه هكا الخضر، اكتفيت به كطبق رئيسي، حتى هذا يمكن لكم تقدموه كطبق رئيسي، كيف يمكن لكم تضيفوا معاه اي حاجه نتوما كتفضلوها. هنا كما كتلاحظوا جا المنيطير بسيط وفي نفس الوقت رائع، زدت شويه ديال الكيتشوب باش يعطينا هكا لوين غزال، خديت الخس غسلته وغادي نديرو في الجناب ديال التبصيل،
غسلته مزيان بالملحة والخل واستقطر مزيان وعاود نشفته. كناخدو كنقطعو قطع صغار على هذا الشكل هذا، وتيكون هذا هو الطبق ديال اليوم. دائما كنبغي نشارك معكم امور سهله بسيطه في متناول الجميع، والنتيجه اكثر من رائعه. كنتمنى انها تعجبكم، الا عجبتكم فما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعليق ديالكم اللي كنفرح بيها بزاف. كنشكركم جزيل الشكر، دمتم بخير.